مشرح نمدا مدحويني سعيد عبد الله الدني وحاكارسن وكليين وكدواقو يدو تلابوين كسياسيات وقاديو اي موجينيان دمع يسونو يا سيداس مشرح نمدا سعيد عبد الله الدني وحيس بدل وين كسامين دونتا وللاه دورشاد مدحوينها صوماليا وحينا يلان دونتا عواقب سامين دونا مشرحين بدن اوتاقن حلق قبشاد مدحوينها صوماليا فلانقيال دنك سياسة دا ويا عاسمد اونلاين لها دشي ايا اسكر رعيني ادو يرتهي رجال سعيد عبد الله الدني لو دوران كرو انو نقد مدحوينها صوماليا حسي شي اي مشرح نمديسا كالين وين كيلان كرتو عدا نقنيسا مدحوينها صوماليا يعدا ان نقنين مدحوينها مامولك بنتلان سعيد عبد الله الدني وحو نقنيا مشرح كليا اي سي توسي مدد دمان بو مامولي دونا دورشاد انك بدن بقول حل لبانو يسو جرا كو اقل كسري كو غلاح شعبك صوماليا ما نجرتو مشرح اتاقن حلك مدحوينها وسامين انتاس لأيك وطوس آكوله هنناك دورشاد حل لباندا مركا ان كهال لينو حل لباندا بقولك كبادن وحي يسو جران كو بلغسو دورنيو ديگانا دا بونتلان وطوسو مامولي سعيد عبدالله الدني يكو بلغسو دورنيو جبلان وسيدد بان اماموليو بادام وقعانتكو هايو ساحيب كيس احمد محمد سلام احمد مدوبي ويهين حلوفة سياسة ديد يي داوعي سا مشرح نمدا سعيد عبدالله الدني مشرح نمدا سعيد عبدالله الدني وحي ستو ساود داوعي سا مشرحين تكسو هارا مدحوين محمد عبدالله فرماجو سقار اهنا حسن شيخ محمود وشيخ شريف شيخ احمد وللرميسين هاين يهين لابد مشرحي لولانك ادكو قجرة مدحوين فرماجي سيو وقادل هايين لابدان مشرح ايا وحو داوع سياسة ديد وغا ايمان دونا حل لبانا دكسو بحيا بامولا دا جب لان اي بوتلان وبدنكود نقون دونا كوا كوي ماذا الربطانك اي قرشاها سياسة ديد اي سعيد عبدالله الدني تاسيو يرين كرتا حل لبانا دا تابع سن حسن شيخ محمود اي شيخ شريف شيخ احمد اي سو بحيا مامولا دا جب لان اي بوتلان وا لابدا مامول اي معارض كاي كفليان ان حل لبانا تابع سن اي كسو بحان ما دام كونفور قلبي irshabeel ee galmudugay yihiin maamulo lagu tiirinay inay taabacsan yihiin madaxweyne farmaajo halka doorashada xildhibaanada uu qooyay oo si toos ah ama si dadban gacanta ugu haayo madaxweynaha oo mudxileedkiisu u dhamaaday maxamed abdullahi farmaajo tani waxay ka dhigan tahay in musharaxiinta mucaaradka aanay saameyn weyn ku yeelan karin xildhibaanada la soo dooranayo balse ay taageero ka raadiyaan marka ay soo baxaan kadib sida marar badan hore u dhacday haddaba yaa ka faa'iideysanaya مشرح نمدا سعيد عبد الله الدني مشرح نمدا سعيد عبد الله الدني وحي فائده وين اوغو جيرتا مدحوينه ومدحليت كيسو دمادي محمد عبد الله فرماجو صوبتو اه وحي سي كلا قيبينيسا عوددك معارضكا وحي نورسيدي كرتا ان حسن شيخ محمود اما شيخ شريف شيخ احمد ومدكوت كو هاروريغو كوباد ترتنكا دورشدا حدي مدحوينه مامولك بونتلان سعيد عبد الله الدني وقاتو ان بدن او كميدا عوددك خيلبانادا لغا سو دورنيه maamulada Jubbaland iyo Puntland waxa suurtagal ah in isaga madaxweyne farmaajo Xasan Sheekh Maxamuud ama Sheekh Shariif Sheekh Ahmed midkood ay ugu gudbaan wareega xigga doorashada oo ay gaaraan kaliya saddexda musharax ee ugu codadka badan wareega koobaad ee doorashada waxa sidoo kale suurtagal ah in Saciid Cabdillaahi Dani uu ka codbato Xasan Sheekh Maxamuud iyo Sheekh Shariif Sheekh Ahmed oo gala kaalinta labaad ama tan koobaad iyadoo madaxweyne farmaajo la rumaysan yahay in sidoo kale uu gali karo kaalinta koobaad ama tan labaad taasi horseedi karta in inta badan musharaxiinta gala kaalinta saddexaad uu tanaasulo sida hore looga warkay xildhibaanka ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo la hadlay caasimadda online ayaa sheegay in hadii ay isku soo haraan madaxweyne farmaajo Saciid Cabdillaahi Dani ay u badan tahay in farmaajo dib loo doorto waana taas sababta musharaxnimada Dani ay aad ugu daneynayso madaxweynaha mudxileedkiisu u dhamaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo